Start recording call. Ok, sì. هو العكس، انا عم بزيح اليمين بشوف الشمال. تمام اوكي، اي ثينك كويس. بس نزل الكاميرا لتحت. هيك كويس؟ شايفين اللوح؟ يا جماعة؟ واضح إن شاء الله. طيب، الله يعطيك العافية، نكمل محاضرتنا هاي المحاضرة الماضية، خلينا نشوف. مادة المدخل خلصناها، فما كتبنا شيء اليوم. Alright. أوكي، الله يعطيكم العافية يا جماعة، والسلام عليكم مرة ثانية. نظبط الفوكسينج للكاميرا، بضله يضرب مرات. نعمل فوكسينج، ريفوكس. احنا وصلنا لغاية اللي هو ديزاين ديلوكس كمبيوتر، تمام. وشفنا انه احنا حنعمل ديزاين بيست اون، يعني بيست اون انستراكشن فورمات، زي ما عملنا في الفون نايمان كمبيوتر. كان ديزايننج بيست اون انستراكشنز، يعني بلشنا في الانستراكشنز اند اور شيفت رايت اتسترا تل ذا اند اوف ذا انستراكشن اند وي فينيش ذا ديزاين. ان هير هون احنا عندنا راح نعمل نفس الشيء، هنعمل based on instructions، تمام، based on instructions. والانستراكشنز هذول ما في عندنا instructions هنمشي عليهم، بيقول do the instruction format. فاحنا عندنا three formats، تمام، based on these format we will design our DLX computer. فاحنا عندنا اول ديزاين اللي هو كان اشتغلنا عليه، first design هنعمل له هيك one. خلينا نكتبها كتابة، بس نعطي مجال هيك نقسم اللوح، انه هذا للرسمي وهذا للكلام، تمام. فاحنا we will design our DLX computer based on based on instruction format. Alright. وعندنا first instruction format سمينا احنا ال R type instruction لانه كله registers. Instruction كله registers، وكان عبارة عن ايش؟ opcode. شايفين اللوح؟ نظبطها. اوكي. جبت قلم عين مش مهم. اوكي. Based on حكينا opcode. RD اللي هو register destination، RS1 register source 1، RS2 register source 2، وفي كان عندنا اللي هو اذا كان في طبعا اللي هو كمان اللي هو future expansion حسب الاكزامبل، طبعا سميها FX future expansion، تمام. فكان هو هيك، وهذا طبعا future expansion حكينا عنه ايش ماله اوبشنال، ممكن مرات يكون موجود ممكن ما يكون موجود، بس البيسكس هذول، تمام. اخذنا مثال عليها باكزامبل اللي هو مثلا عندنا الاد ار مثلا 5 ار 8 ار 3،
مثلاً. هذا example on R-type instruction. وحكينا بلشنا نعمل design تبعهم. فكان design تبعهم as simple as this. أحاول أجيب المثال. Okay, شوف. حكينا بلش إحنا عنا في البروجرام كاونتر PC صح؟ PC بيسلم لا الانستركشن ميموري IM instruction stand for instruction memory. وحكينا طبعا IM احنا صممناها من جوا وشفنا انها عبارة عن بايت ادريسبل ميموري وكل ميموري لها شغل. اخذنا في المحاضرة الماضية example على 24 بيت بروسيسور مزبوط ولا لا؟ ذاكرين المحاضرة الماضية اخذنا على example فهون حنكتب هون example design as simple as this design a DLX computer that مثلا that has a processor أو بلاش البروسيسور هيك that has a 24-bit processor زي ما اشتغلنا قبل هيك. خلينا على نفس الاكزامبل على أساس إنه تكون المحاضرات إيش مالها يعني السيكونس 24-bit processor. وخلينا نحكي and can execute up to let's say قديش حكينا المحاضرة الماضية؟ احنا اعطينا 14 instructions. اوكي هذا المحاضرة الماضية 14 instructions. I think انه كان 14 instructions كان الاوب كود عندنا 4 بت صح مضبوط ولا لا؟ ذاكرين؟ مش حكينا احنا عندنا زي هيك 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4. 5 6. فاللي فوق هذول الباورز تمام اللي هو الاس عندنا هذا يعبر عن عدد البيتس تمام. قديش بيقدر يدرس الزيرو وهو زيرو لحاله بيدرس واحد. ال2 تو ذا باور 1 1 بت اللي هي 0 او 1 بيدرس 2. ال2 بيدرس 4 3 بيدرس 8 16 صح 32 64. Alright. فاحنا حكينا عنا 14 instructions. ف that mean we have 4 bits, which is this is the right one. احنا عنا 4 bit as a يعني هون هذا هو هيك 4 bit. هذا ايش حكينا راح يكون الريجستر؟ كم بيت حطينا له؟ ذاكرين؟ المحاضرة الماضية شو قلنا حضروها؟ فاحنا عندنا هذا as a address bus تمام. حتنتقل الداتا من هون لا شيء اسمه instruction اوبس رايت كان راح تنتقل من هون لا شيء اسمه instruction. فمثلا عندنا اللي هو instruction register اورايت فاحنا عندنا instruction register داتا بس تمام. وحكينا الانستركشن ريجستر هذا اسمه نسميه هو انستركشن ريجستر وحجمه قديش 24 بت alright. الانستركشن ميموري قديش حجمها برضو هاي 24 بت alright. حكينا هذا شو فيه؟ فيه اللي هو المثال هذا مثلا add as an instruction. حكينا هذا ممكن يكون في الأول add sorry R5 R5 R6 أو R8 R3 اللي هي نفس الانستركشن هون. الثاني مثلا فنفرض انها subtract أو load word. الثالثة مثلا store word whatever شو ما كانت instruction.
خلينا نجي على ال R type instruction وعندنا ال add add صح R5 R8 R3 وراح يكون عندنا ايش؟ زيادة. طيب قديش حكينا احنا على حجم ال add احنا عندنا هون؟ لو هاي ال instruction register اجينا نمثلها ونوضحها اكثر مثلا اوكي؟ هيك نعطيهم بس عدد البتات. قديش عندنا عدد البتات فيها؟ مين احكي لي كم عندنا بت للآد الاوب كود؟ كم عندنا بت؟ احنا عندنا 14 انستركشن، فكم بت عندي؟ أربعة بت. طيب الريجسترز، كل ريجستر قديش عندنا بت فيه؟ ما دام احنا حكينا احنا عندنا 24 بت بروسيسور، معناته احنا عندنا 24 ريجستر صح؟ وحكينا قبل الريجستر بكون في عندنا ديكودرز، خلينا نرسمهم بس هيك سريعا. وقبل ما نرسمهم خلينا نرسم الاري احسن. هون هيك اورايت، حتى كبيره يعني بنصغرها شوي. اوكي فاحنا عندنا هون الريجستر اري مزبوط، حكينا احنا عندنا ريجستر اري، فقديش عندنا كم ريجستر؟ حكينا احنا ما دام احنا بنشتغل على 24 بت بروسيسور، اذا احنا عندنا قديش؟ 24 ريجسترز، فاحنا عندنا من R0 R1 R2 لغايه R23 صح؟ يعني 24 minus 1 23، وحكينا حطينا الارقام تبعتهم بالاندسيز. حكينا احنا كم بدنا بت حتى ندرس هذول الريجسترز، وبناء عليها بنحدد كم بت في عندي هون، لانه هون عدد البتس ما بوديك على جوا، يعني ما بوديك جوا البالي، وبوديك على باب الريجستر تمام. فاحنا عندنا هون R5 R8 R3 R3 هيها R5، خلينا نحكي R4 R5 somewhere in here R8 تمام و R3 اوكي. حكينا add R5 R8 R3 ايش بنعبر عنها؟ نعبر عنها بهذا الاسلوب اللي هي add اللي هي R5 اوكي، بلاش تكتبها هون، اكتبها هون R5 بتساوي R8 زائد R3. ولكن هون فعليا ما بتجمع 8 زائد 3 وبتقول لي والله الجواب بيطلع 11، لكن هون ايش بحكي؟ لا اللي جوا R8 كقيمه تمام، بنظبط الحجم تبعها شوي. اللي جوا R8 مثلا فنفرض انه 30، واللي جوا R3 فنفرض انه 45 اوكي، فبطلع الجواب 75 تمام. فهيك فبنخزن في R5 هون الريزلت اللي هي 75 اللي ناتج جمع R4 يعني R3 مع R8. فاحنا ما بنجمع 3 مع 8 لا، بنجمع اللي جوا R3 45 جوا R8 هيك. فحكينا احنا كم بدنا بت حتى ندرس ال 45 24 ريجستر، كم بدنا بت حتى ندرسهم؟ عادي بنطلع هون 16 ما بزبطش، 8 بزبطش، 4 بزبطش، هذول اللي بدنا ندرسهم يعني تمام. فاحنا عندنا هون 32 بتغطي ال 24، 64 تو ماتش بصراحه، وهيك راح يصير ويستنج تو ماتش. ف 32 بيطلع عندي كم عدد البتس لكل ريجستر للاندكس؟ كم عدي عدد البتس للاندكس؟ من 0 ل 31 دكتور. تمام، هو من 0 ل 31 تمام كويس. معناته قديش عدد البتس اللي استخدمناهم؟ 5. اذا هون هذا 5 بت وهون 5 بت وهون 5 بت وهون 5 بت. وعشان اشيل بس الغموض عن بعض الناس، لان انا شفت
في غموض زي هيك شوي في بعض الناس. فلنفرض انه يا جماعه عندي انا، سيبك من هذا الحكي كله، نطلع برا المحاضره كلها، وتخيل انك بتاخذ عندي هلا كينونيه او اي لغه برمجه قاعد، تمام؟ لما تيجي هلا تطلع مثال براني مالوش علاقه، اوكي؟ لما كنا مثلا نحكي مثلا انتجر equal هيك مثلا 5 15، ما عم بترج ولا لا؟ اوكي لازم انزل 15 5 13 8 2، اوكي. انا فرضنا عندي الست ان اري وان دايمنشنال اري فيها هاي القيم، ففعليا انت لما تمثلها بهذا الشكل، متعودين احنا بالشكل الافقي، ما فرقتش هي هاي عن هاي، هاي افقي، يعني تقدر تحكي هاي ترانسبوز لهاي بالماتريسيز، اوكي. فاحنا عندنا اللي هو 15 5 13 8 2، هيك. وهم طبعا موجودين حسب الاندكس، فاحنا دائما بنبلش بالاندكس ايش مثلا، هاي اري صح اسمها اي، فاحنا بنبلش بالاندكس ايش 0 1 2 3 4. كل ما هنالك نفس الشيء، هذا الزيرو هو نفسه R0، فانت هون الصفر هذا بيعبر عن الاندكس، الخمسة بتعبر على الاندكس مكانها، فهنا اعتبر بدل 4 قلت لك R4. فرقت معك؟ ما فرقتش، هي نفسها. اللي بوصل لك اياه، لما انت تحكي 5 بت حتسال حالك سؤال، ومعظمكم سال نفس، يعني معظمكم سال نفسه هذا السؤال، انه والله يا دكتور انت حطيت لي 5 بت وهو بعمل لغايه 32، بمعنى انه الادرس الاري هاي المفروض ما تكون عندي من R0 ل R هون، اوكي. خلينا نظبطها احسن، احنا هيك كاتبينها، نسخة فيها شوي حلو هذا الان كويس. ما المفروض انها عندي ما تكون من R0 لهون somewhere R24 او 23، هي المفروض تكون R0 ل R31، R0 ل R31، هيك منطقي 5 بت. طيب بقول لك صحيح هيك منطقي، بس فنفرض انه احنا اشتغلنا بس هاي لغايه هون وما عملنا الباقي، كيف ممكن نتحكم فيها؟ عادي زي هاي الاري، مش انا عندي هاي الاري وعملتها عبرتها انتجر اري فيها هاي الانتجر نمبرز ولازم يكونوا من نفس الداتا تايب، واحنا عندنا هون من اندكس 0 ل 4 معناته انا عندي 5 سيلز، فانا هون شو بحكي له مثلا؟ فنفرض انه انا دائما انه انا بدي اقطع الخليه وبدي استخدم بس هذول، كيف بعملهم اكسس؟ عادي بحكي له 4 integer i equal 0 صح، i اقل او يساوي 2 صح، i plus plus، وهون بفوت بعمل اللي بدي اياه as a code في الاري، مزبوط ولا لا؟ صح ولا لا؟ هيك صحيح انا عندي من 0 ل 4 وعندي 5 cells صح ولا لا؟ بس انا اشتغلت بس من 0 ل 2، صعبه. بالنهاية تنسوش ان الهاردوير عبارة عن pieces of nothing، يعني هذا زي هذا الهاردوير ممكن تلاقيه في الشارع وممكن تلاقيه عندي على الحيط وعم بشرح عليه صح ولا لا؟ as a material يعني، فانت حر عندك انت 24 cells you can expand more in the future، لما تعمل expand more بتشيل هاي الاثنين وبتحط بدلها 4 في الكود، وهيك صار useful. فالهاردوير لحاله useless والسوفتوير لحاله useless، فبوث اوف ذيم ار يوسفول مع بعض. فانت هون لما تعمل 0 ل 23 تمام، يو كان كنترول ات وذ ذا كود، يو كان كنترول ات وذ ذا كود، لانه مره ثانيه كل هذا ساوندز جود ويزاوت ذا سوفتوير مينز نثينج، اوكي. ف anyway ان شاء الله تكون وصلت الفكره، كنت حاب احكي لكم اياها. فأنيوي نكمل احنا شغلنا، فعندي 5 بت 5 بت 5 بت، فانت لما حكينا هذا حكينا سميناهم future expansion، سميناها future expansion fx future expansion، ليش؟ لان حكينا 5 و5 و5 15 15 و4 19،
19 اطرحهم من ال 24 يعني هذول كلهم مع بعضهم 19 بت 19 بت اوكي طيب 19 بت طب لسه ضايل انا عندي شو هذا سميناه احنا سميناه فيتشر اكسبانشن اطرح 19 من 24 قديش بضل عندي خمسة بت صح؟ فهذا خمسة بت إيش مالهم feature expansion فعندي صار عندي خمسة في أربعة خمسة عشرين وأربعة أربعة وعشرين good طيب بعد هيك أخذنا إحنا مدام إحنا عندنا five bits فحنأخذ أول five bits من هنا وحكينا بدنا نرميهم لإيش للديكودر الديكودر هذا مدامه five to five bit حيطلع two to the power five ما إحنا تعودنا الديكودر as a decoder شو مكان تمام شو ما بيطلع عندنا n هيطلع ايش عندي 2 to the power n مزبوط ولا لا فانا عندي داخل هنا 5 bits فانا عندي 5 2 to the power 5 decoder اوكي فحناخذ نفس الشيء 5 2 to the power 5 decoder وعندي هون برضو نفس الشيء 5 2 to the power 5 decoder هناخذهم للايش ففعليا هذا عندي RS2 يعني 5 بت الجاي من RS2 هون ال 5 بت الجاي من RS1 وهون ال 5 بت الجاي من RD اوكي حكينا طبعا هذا حيرش على كل الخلايا الموجوده عندي هون تمام اوكي خلاص مش داعي نكتب الاندكس هون انت عارفين R0 R1 R2 هاي ريجستر اري 24 بت برضو اوكي تمام فعليا هذا R3 حيجي لهون RS2 نتخيل RS1 حتطلع ل A و RS2 حتطلع لمين ل B اوكي فهون مثلا RS1 8 R8 حيروح لهون RS1 تمام حيعلم على ريجستر 8 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 او 7 اللي هو وات ايفر 7 ولا 8 R8 هون R8 نتخيلها هذا R8 تمام هون R3 R0 1 2 3 فهذا R3 اوكي فR8 حيطلع لمين اللي هو RS1 مظبوط حيروح على A فثيري راح تصير هون R3 اللي هي حتطلع R3 اللي هي 45 ف45 حتصير هون اوكي حكينا شو ناقصنا هون حتى نعمل العملية تبعت الاديشن ايش ناقصنا؟ شو ناقصنا حتى نعمل اديشن؟ اد انستراكشن اللي هي الاد الاد اللي هي عن طريق ننفذها عن طريق الاي ال يو فانا عندي اي ال يو الاي ال يو اوبريت اون 24 بت فهذا راح يسلم للاي ال يو وهذا راح يسلم للاي ال يو وراح يطلع عندي انا ريجستر سميناه احنا ايش اي ال يو هذا الريجستر ف30 زائد 45 قديش بيطلع الجواب 75 فالنتيجه راح تكون هون 70 75 تمام وبعد هيك حيعمل رايت باك حيرد يرجع يخزن النتيجه وين على ار 5 كيف عرف انه حيخزن على ار 5 مين احكي لي مين احكي لي انه هون لما يرجع يكتب مره ثانيه على ريجستر اري برضه هذا داتا باس كيف عرف انه حيكتب هون ار 5 هون ار 5 كيف عرف انه حيكتب هون
ليش ما كتب R3 او R8 او R24 او 23 سوري مش 24 R23 او R1 R2 ليش كتب على R5 خص نص؟ كيف انه عارف انه هون بدل علامة الاستفهام هاي هيجي عندي الفاليو 75؟ كيف كتبها هون؟ كيف عملها هيك؟ مين يحكي لي؟ على اي اساس اختار؟ على اساس اختار يا جماعه؟ شو الاشي اللي في الديزاين هون قال له والله روح على R5؟ عادي جدا برد بنعيدها ما عندي مشكلة فتضلكم تتذكروها. فنفرض ان انا عندي 2 بيتس هون وهي ديكودر معناتها 2 to the power 2 ديكودر صح ولا لا؟ فهي على 0 هي تمثيل الخمسة صح اللي تطلع 0 يعني 5 بت تكون بتطلع ديكودر بعدين تروح على الأطفال يعني عليك اللي هي انو واحدة فيهم؟ الخمسة بت انو واحدة؟ هاي ولا هاي ولا هاي؟ آخر واحدة. آخر واحدة هاي؟ لا لا من تحت. هاي. صحيح. لا معلش ما أنا لازم أعجقك عشان أتأكد إنك فهم. بس كلامك صحيح 100%. تمام. معلش يعني هاي شغلتي يعني معلش يعني ما تزعلوش مني مش القصد إن أنا أعج يعني أخرب عليك. والقدر اكثر اني اطمن عليك فمظبوط انا لما اشرت لك فوق انت قلت لي تحت وكلامك صحيح هي فعليا النهايه كلامك صحيح واللي انت حكيته 100% مظبوط تمام وما دامك واثق من اجابتك فما بتاثرش فيي انا فانوي مظبوط كيف عرف بسيطه نرجع لمثالنا 2 to the power 2 ديكودر 00011011 اوكي وانا عندي هنا خليه هاد هيك 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 فعليا هذا هو الاندكس وظيفه الديكودر انه يوصلك للمكان اللي بدك اياه فاذا كان هون 01 فعليا حيفوت هون حيجي هون فاذا صار في عمل هاي هي الميموري او الريجستر اري او شو ما كانت تكون تمام ففعليا هذا 01 معناته اللي هو ايش يعني معناته ريجستر واحد فلما تيجي انت هون يجيك من عند الاي ال يو اوت قيمه فنفرض القيمة اجت هون على الداتا بس قيمة اجته 75 لما يعمل رايت حيعمل رايت على 0101 لهذا المكان تمام حيعمل رايت على هذا المكان ليش يعمل رايت على هذا المكان عشان يتاكد ليش لانه اصلا داخل له هون على الانبوتس 01 فهو فتح له هذا الريجستر وسكر البقيه تمام لو كان داخل له هون 1 1 معناته وين حيكتب؟ معناته إذا عمل رايت حيكتب على هذا المكان بطل يكتب هون ليش؟ لأنه الداخل هون على الديكودر 1 1 أوكي يا جماعة أكثر من هيك وضوح مضلش يعني إحنا حكيناها يعني فوق الأربع خمس ست مرات يعني فالمفروض إنها وصلت يعني فأنيوي كيف عرف إنه هون 75 حتيجي لهون؟ بسيطة لأنه الخمس بت اللي جاي من هون اسمها R5 فR5 جاي على الRD هون R5 إيش يعني؟ اللي هي 101 طبعا لانه هنا 5 بت فهون 3 4 5 حيدخل هنا القيم على السلك هذا حيدخل اللي هو 00101 هاي معناتها R5 فحيجي هنا حيروح وين على هذا المكان على R5 فلما يعمل رايت حيفتح هذا ويسكر البقيه لما يجي هنا ال 75 على الداتا بس يعمل رايت حيكتب على R5 تمام ليش بناء على هذا الديكود تمام؟ حدا عنده سؤال؟ حدا عنده سؤال على هذا التصميم سو فار؟ حدا عنده أي سؤال على هذا التصميم سو فار؟ جدا هذا الحكي مهم إنك تفهمه، تمام؟ على كل حال هذا التصميم تبع الـ R type instruction حنشتغل هلا الـ I type instruction فإحنا هذا اعتبار خلصناه فاللي مش فاهم يحكي ان شاء الله الكل يكون فاهم اوكي
هذا ال R type instruction خلصناه. نشوف هلا اللي هو ال I type instruction number 2. ال I type instruction, ال I type instruction حكينا اللي هو opcode R D R S ونمبر. احنا زمان لما هون حكينا تمام زي ما مثالنا كان اللي هو هذا 4 بت, هذا 5, هذا 5, هذا 5, وهذا كمان كان 5. احنا هون حسبنا انه هون 5 5 5 15 مع 4 19, طرحنا منهم من ال 24 ضل عندي 5 بت. هون الامور شوي حتختلف. ليش؟ لانه انا عندي هون 5 بت زي ما بنعرف, وهون عندي انا 5 بت زي ما بنعرف, هون 4 بت. هون ما حنعطيه 5, هون 5 و 5 10, 10 و 4 14, 14 اطرحهم كلهم من ال 24, قديش بضل معك؟ 10 بت. 10 بت, اذا هذا 10 بت يا جماعه. بالاي تايب مش انه والله بتشوف الريجسترز والباقي فيوتشر اكسبانشن, لا, النمبر هذا كله 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 ايش ماله بياخذ البقيه من البيتس, فهذا بياخذ 10 بت. اخذنا مثال عليها من امثله الاي تايب انستركشن بسموها مثلا اد, وخصوصا انا عشان يميزها انها اد اي تايب انستركشن ما بيسموها اد مرات. بعض الكتب ممكن تشوف اد اي, اد اي ايش يعني؟ انها مش كلها ريجسترز, انه فيها نمبر, فيها اد اي انه فيها نمبر هون في الاخر. فاد اي اللي هي اي تايب فورمات, اد اي اللي هو مثلا ار 2, ار 2 اوكي, ار 2 كويس, ار 1 مثلا 17 هيك, ولا بلاش خليها ار 5, خليها مثلا خليها ار 2 هون, هون ار 5 و17 هيك. هون شو معناتها؟ معناتها انه R2 ايش بتساوي؟ R5 صح؟ زائد 17 مظبوط؟ R5 شو فيها؟ ومنه R2 ايش بتساوي؟ R5 ايش فيها؟ هي R5 ايش بدكم ايش فيها؟ هون هون بريجستر اري, R5 شو جواتها؟ هيها R5 اللي مش شايفها. اوكي ار 0 ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 ار 5, قديش في ار 5؟ 75. كان هلا بشوي جمعناها اللي هي 75, ناتج الجمع بين 45 و 30, فهي فعليا 75 زائد 17, وقديش بيطلع الجواب ار 2؟ 7 و 5 12 صح؟ و 7 و 1 8 و 1 9, فبيطلع 92. ففعليا هون ار 2 ار 0 ار 1 ار 2 هي ار 2 شو راح يكون فيها؟ 90 92. ايوه ساوندز جود, ساوندز جود, شكله لطيف. ايوه بس ما بيشتغلها زي هيك. هلا نتخيل الاسلاك تشبكت بهذا الاي ار انستركشن بهذا الشكل. اوكي حنخليها زي ما هي وحنرد نكرر هذا مره ثانيه, بس هو فعليا ما بتكرر, هو 1 اي ار انستركشن تمام. يعني فعليا انا بمسحه برد بكمل شيء ثاني, او خلينا نشتغل عليه نفسه تمام. خلينا نشتغل عليه ايش نفسه. هلا فهمنا فكره الاي تايب انستركشن كيف حيشتغل. طبعا تنسوش انه اهم تو انستركشنز فيه مين هم؟ اللود وورد والستور وورد. الاصل انا اشتغل عليهم ما اشتغلش على الاد اي, مش عشان اي شيء يعني, بوث ار ذا سيم, بس الفكره انه حنشتغل ستور وورد. فانا هلا فرجيتك واحدة من الـ add i instructions بدناش نشتغل عليها اللي هي الـ add, بدنا نشتغل على إشي اسمه اللي هو مثلا load word تمام. وهي نفس الفكرة على فكرة, ما اختلفت هاي عن هاي, بس اسلوب الشغل r مثلا 2 r 5 مصورين عليها r 5 اللي هي 75 17. هيك هاي شو معناتها؟ معناتها انه في ان داتا ميموري, ان داتا ميموري تمام, جو تو
index equal R5 plus 17, then get the value. Oops, get the value. Then get the value. Get the value in that index or in that particular index. And store it or load it, يعني write it, خلينا كيها write it on R2 in register array. اوكي مش هي هيك معناتها load word. طيب خلينا نشوف شو بدنا نشتغلها هاي. بدل ما يكون انا عندي add اوكي نظبطها نظبطها بمعرفتنا. اوكي طيب بدل ما يكون عندي اد انا مثلا انا عندي هلا لود وورد مظبوط 4 بت ار 2 اللي هو ديستنيشن ار 2 ما تغيرش عندي شيء سو فار ار 5 ار اس 1 او يسموها ار اس هون بالحاله هاي والباقي كله هذول العشره التنتين راحوا لمين؟ لل 17 فاي 17 حدا عنده اعتراض لغاية الآن؟ الاختلاف اللي صار إنه أنا كان عندي RS2 هنا زي الـ add instruction RD RS1 RS2 تمام؟ اللي احنا اشتغلنا مثال عليها قبل هيك كانت اللي هو جمعنا اللي هو R3 R8 يعني add R3 R8 example كان عليها اللي هي وين نكتبه؟ نكتبه فوقها هون هيك اوكي كان عندي مثال اللي هو add r 5 r 3 r 8 هذا المثال اللي كان قبل شوي هلا هون اختلفت الامور انا عندي ال 10 بت هدول كلهم راحوا للنمبر وبطل في عندي شيء اسمه rs2 بس عندي rd و rs1 اللي هي rs فعليا سميناها طيب هلا كل شيء تمام هذا شوفوا انا عندي طبعا هذول راح يروحوا لوين السلاك الاربعه راح يروحوا يفوتوا هون على اليو او على كنترولر والكنترولر يسلم لليو اوكي فهذول جوز تو ذا كنترولر عشان تكونوا بالصوره الكنترولر لسه موجود جوز تو كنترولر اللي هو كنترول يونت اوكي تمام سيبنا منهم لود وورد فهمناهم والكنترولر حيعطي اللي هو ايش الـ ALU الأربع سلاك عشان يمثل له الـ Opcode ماشي R2 حيروح للـ إيش؟ للـ RD إنه إحنا حنخزن على هذا حنعمل كتابة على R2 ماشي R5 حتروح لمين؟ لـ RS1 تمام؟ R5 حتروح لـ RS1 ففعليا الـ 75 هاي هي إيش؟ قيمة الـ R5 طيب RS2 شو فيها؟ فيها جزء من الرقم 17 ومعناته هون حيكون في بي قيمة، ايش القيمة هاي؟ شو هي القيمة يا جماعة؟ أول شيء 17 كيف تتمثل؟ أنا عندي 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 صح؟ أو بتقدر تعملها بلاش هيك عشان تريح راسك اللي هي هيك اللي هو 2 4 او سوري 1 2 4 8 16 ففعليا 17 عباره عن ايش؟ 16 بتقدر تحكي 16 و1 والباقي 2 to power 4 و 2 to power 0 صح؟ لا از ا بت از ا بت فعليا هي هيك 1 اوكي اللي هي هيك مثلا 10001 مثلا هذا هي ال 17 صح ولا لا؟ ولا انا غلطان هون؟ كيف تمثل ال 17 بالباينري؟ صح دكتور صح صحيح طيب ففعليا 17 بالباينري 1 0 0 0 1
كم بت هون؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ففعليا هدول هم ال 10 بتس يا جماعه اللي هم بيمثلوا لي رقم 17 5 بت 5 بت. مظبوط؟ فهدول ال 5 بت الاولانيات اللي كان معتبرهم بال R type instruction future expansion. هلا ال 5 بت الثانيات شو حياخذوا لي؟ هياخذوا لي يروحوا على مين؟ على على R0. ففعليا هون حتكون قيمه ايش؟ شو ما كان فيه بار 0. فنفرض هون فيه بار 0 من اول 30، فهون حيكون عندنا ايش؟ 30. صحيح انا ما حش حستفيد منها ومش موجوده عندي هون تعبرش عن شيء، بس ما في مشكله. ليش؟ هلا هون فنفرض انه 5 بت هون راحوا عند ار اس 2 طلع فيه 30 راح على ار 0، ممكن نروح على ار 2 ار 3 ار 5 ار 8 مش مشكله. تمام؟ هلا الفكره اللي بوصل لك اياها احنا حنطلش هذا الحكي وحناخذ هذول ال 10 بت تمام استاك از ويرز ونوديهم على شيء اسمه ساين اكستندر. تمام الساين اكستندر هذا اوكي حيعطينا اللي هو يخزن الفاليو هنا نسميها هيك مش عاجبني التصميم ثواني بس اضبط الرسمه اوكي حناخذ ال 10 بت هذول وحنوديهم على شيء اسمه ساين اكستندر مش لازم انزل لتحت عشان تطلع رسمه حلوه ساين اكستندر اوكي حيخزنها في ريجستر والريجستر هذا لانه احنا في النهايه ايش حنعمل هون؟ حنجمع اللي جوا ار 5 مع ال 17 كلها مزبوط؟ زي هون ار 5 زائد 17 ار 5 قديش؟ 75 75 زائد 17 مزبوط؟ ففعليا احنا 75 زائد 17 صح؟ وحكينا 7 و 5 12 2 بليد 1 فبيطلع لنا الجواب ايش؟ 92 مضبوط ولا لا؟ تمام فاحنا فعليا حنجمع هلا فعليا ايش راح يصير عندي انا؟ ار 5 حيروح منها اللي هي مين؟ ال 75 فهون بطل عندي 30 من الانستركشن القديمه تبعت الاد صار عندي ايش انا هون؟ 75 تمام؟ وهون بي فيها قيمة الـ R0، حتحكي لي من وين جبت الـ R0 اللي هي 30؟ هاي R0 حكي لك لأنه الـ 17 أصلاً هيك تتمثل والباقي كله صفار. الصفار هذول راحوا مع الـ 5 بت على السلك هون على RS1 وطلع أو سوري RS2 وطلع عندي هون 30 بس مش حستفيد منها ولا حستخدمها. هلا بزبط أنا أجمع 10 بت تمام مع 24 بت، الاي قديش حجمها؟ 24، والبي قديش حجمها؟ 24 بت، ليش؟ لأ احنا شغالين على ايش؟ على 24 بت بروسيسور. بظبط اجمع 24 بت زائد 17 بت او سوري 10 بت. لأنه هون 10 بت صح؟ فال 17 هون از نمبر عبارة عن 10 بت. بزبط اجمع 24 مع 10 بت هيك يعني بزبط ادخل اربط 24 سلك مع 10 سلاك بزبط يا جماعه ممكن تعتبر باقي صفار ما ممكن اعتبر باقي صفار اذا كان عندي سلاك زياده افرض انا ما عنديش سلاك زياده، ما عنديش غير 10 سلاك و24 سلك، كيف بدي اعتبر الباقي صفار؟ هسا انا بعتبرهم صفار او بعتبرهم موحدات لانه في شيء اسمه عندي انا جراوندد. تمام؟ الجراوندد هذا يا بعطي صفر يا بعطي واحد، انت حر شو بدك زياده اعطي. تمام؟ بس ما بعطيك صفر وواحد اذا اصلا ما فيش سلك. فهمت علي كيف؟ اذا اصلا ما في سلك كيف بدك تعتبره انه هذول صفار او هذول وحدات؟ ففعليا هو الجواب انه ما بزبط تمام ما بزبط اجمع مثلا
10 تفاحات مع 15 برتقانه واقول لك كم تفاح عندي، البرتقان مع الهاي. فبتقدرش تعتبر مثلا البرتقان زي تفاح وتعدهم واحد منهم، بزبطش صح ولا لا؟ نفس الشيء هون ما بزبط انا اجمع 10 بت مع 24 بت، ما بزبط اجمعهم، لازم اخليهم يتساووا في عدد البتس. كيف بخليهم يتساووا في عدد البتس؟ بعمل شيء اسمه ايش؟ ساين اكستندر. ساين اكستندر، وهنا بدخل انا عندي 10 بت بيطلع عندي قديش؟ 24 بت. وبتضل زي ما تفضلت انت اللي هي ايش؟ بعتبر هيك ساعتها بخلي الباقي اصفار او بخلي الباقي وحدات، بس عن طريق تكنيك اسمه ايش؟ الساين اكستندر، بنخزنهم في ريجستر سميه تمب، تمب 1 سميه تمب 1 تمام؟ وبنوديه هذا التمب 1 ايش؟ ينجمع مع مين؟ ينجمع مع ال 75. ففعليا انا هون ما بقدر ادخل 2 انبوتس على الاي ال يو، بعمل ايش اسمه ايش؟ بعمل شيء اسمه ايش يا جماعة؟ طيب بلاش اسألكم سؤال، لما احنا دخلنا من البي سي، لما جبنا سلاك من الام بي ار في الفورنامال كمبيوتر وحاولنا ندخلهم على الام اي ار، دخلنا اثنين مع بعض البي سي مع اللي جاي من الام بي ار، شو احتجنا؟ ماكس دكتور احتاج لماكس، وهون نفس الشيء بزبطش ادخل 2 انبوتس مع بعض هيك حتى نحرق السيركت. فهون شو بدي؟ بدي ماكس. طبعا هون عندي سيلكتر باي ذا واي عشان تكون بالصوره. ففعليا انا هون ما بدي اجمع 75 مع شو ما كان عندي هون طلع من الريجسترز، لانه انا عندي هون 5 بت اجوا من عند الار اس 1 مش عارفين شو هم. لا انا عندي الان 75 هون بدي اجمعها مع مين؟ مع 17، رقم 17 اللي هو هذا، ووديهم وين؟ على الجهه الثانيه من على الاي. فساعتها بجمع 75 مع مين؟ مع ال 17، بس ال 17 هون كانت 10 بت، صارت ال 17 نفسها 24 بت، فساعتها بقدر اجمع هذا مع هذا. فانا هون جاي عندي من هاي الجهه اللي هي 17، رقم 17، 17 زائد 75 92. فهون الـ ALU out صار عندي أنا 90 92. طيب أوكي، شو ناقصني هسه هون؟ يلا يا جماعة أضعف الإيمان نخلص الـ ITAP instruction. شو ناقصني أنا هون؟ طيب الـ load instruction شو بتعمل؟ عشان نفهم السؤال اكثر. اللود انستركشن ايش بتعمل؟ بتروح على الاندكس R5 زائد 17 اللي هو طلع انا عندي 92 از ان اندكس، تمام؟ بتروح وين؟ على الانستركشن ميموري ولا على الداتا ميموري؟ على الداتا ميموري، صح ولا لا؟ بتروح على الاندكس 92 في الداتا ميموري، بتاخذ القيمه اللي فيها بتخزنها وين؟ بتخزنها وين؟ ما حكي، احكوا لي انتم وين بتخزنها؟ الار 2. في الار 2. طيب بالرسمه هاي شو ناقصني انا؟ انا طلعت الاندكس 92، طب بدي اروح وين انا هلا؟ دكتور سيلكتر الال من الـ ALU. لا هلا سيبك من الديزاين، شو الاسلاك اللي بدنا نصممها؟ انا هلا في الرسمه هاي في شيء ناقص، في يونت ناقصه. اليونت الناقصه هاي ايش هي؟ تمام؟ اليونت الناقصة ايش هي؟ تتذكروا زمان كنا نشتغل في فورنامال كمبيوتر كنا نكتب انه والله هي الميموري كلها وفيها شغلتين انستركشن وداتا. اجينا على الدي ال اكس كمبيوتر هون شو حكينا؟ حكينا احنا واحدة من بسموها اللي هم الهازاردز، تمام؟ اللي هي المخاطر، انه احنا غلط يكون عندنا الانستركشن والداتا في نفس الميموري. فسموها ستراكشرال هازارد. وذي سولف ات باي سبليتنج ذا ميموري انتو تو بارتس. اول بارت، وهذا حكيناه على فكره المحاضرات الماضيه، اول بارت سميناه ايش؟ خاص بالانستركشن، سميناها ايش؟ انستركشن ميموري، وفيها بس انستركشنز، ما فيهاش فيها داتا نهائي. مش فيها داتا نهائي نهائي، تمام؟ الميموري الثانيه سميناها الداتا ميموري، وفيها بس الداتا. ما فيش فيها ولا انستركشن نهائي، نهائي نهائي. اوكي؟ طيب احنا طلعنا الانستركشن وحطيناهم هون والحياه سعيده وكل شيء تمام. وحكينا احنا وصلنا للاندكس 92، وصلنا للاندكس 92
والاندكس 92 بدي اروح اجيب داتا من الداتا ميموري واحطها وين؟ في الريجستر ايش اسمه؟ R2. كويس؟ طب انا هون برسمي هون از يونت شو ناقصني؟ ما رسمتوش وبدي اياه هلا مطلع عليه. طب انا هون هاي خلصت هاي لود انستركشن خلصت هيك. وين وصلت انا؟ جمعت ال 75 مع ال 17 طلع عندي 92 مزبوط ولا لا؟ نرجع نخزن هذا الميموري دكتور صح؟ 92 بتمثل لي ايش هون؟ هل هي اذا كانت اد انستركشن مش لود انستركشن، اذا كانت اد انستركشن، اذا كانت اد ها مش لود، اذا كانت اد معناته انا 17 مع اللي جوا R5 اللي هو طلع عندي 92 بعمل له رايت على ايش؟ على ريجستر 2 اذا كانت اد انستركشن. بس هاي مش اد، هاي مش اد، ال 92 هذا مش الريزلت النهائي، ال 92 هذا بيمثل لي ايش؟ اندكس. 92 هذا بيمثل لي ايش؟ اندكس، وبدي اروح على الميموري اجيب اللي جواتها. طيب بدي اسالكم سؤال، هلا هاي الانستركشن هيك مش خالصه، بدي اروح على الميموري اجيب اللي جواتها، شو اللي ناقص عندي هون حتى اروح عليه بعد ما طلعت الاندكس؟ شو هي؟ تروح يعني انت على داتا ميموري؟ يا عين عليك، يسعدك يا عبد يا عبد، اللي هو فعليا انا بدي اروح على داتا ميموري. هاي هي اليونت اللي ناقصتني هون، انا هاي مش اد انستركشن، هاي لود وورد انستركشن، وهذا الرقم مش ريزلت وبدي اخذه في الريجستر اري، هذا اندكس بدي اوديه على الداتا ميموري. ففعليا الاي ال يو اوت هذا حيروح وين؟ از ان اندكس. طبعا ما تنسوش ان انا عندي ديكودر يا جماعه، اوكي؟ انا هون طبعا عندي ديكودر يعني خالصا يعني اكيد، والديكودر اللي هو قديش راح يكون يعني مثلا زي هون مثلا على الانستركشن اري بي سي بروح على الانستركشن ميموري في قبلها ديكودر، بس احنا ما وصلناهوش خلص زين يعني، بس هون حبيت احط لكم الديكودر. اوكي فانا هون طبعا عندي ديكودر مش حرسمه، اوكي فحيروح على الداتا ميموري، بلاش تفكرها صغير انه حجمها مش معبر، على الداتا ميموري هيك داتا ميموري، وعلى الاندكس هون 92، تخيل هون الاندكس هون 92 90 92 هون الاندكس في رقم 70. اوكي ما بعرف اذا شايفين ولا لا، اذا انا مش شايف، فعلى الاندكس هون 92 90 92 في رقم 70، هيك شايفين ولا اكبرها اكثر؟ هذا بين. اوكي ان شاء الله. طيب ساعتها هذا 92 لانها لود وورد انستركشن، الاي ال يو اوت مش حاخذ القيمه تبعتها واخزنها على ريجستر اري، مش اد انستركشن هاي، لو كانت اد اي انستركشن كانت 92 هي الصيغه النهائيه وبخزنها في ار 2 وخلصنا، ولكن هذا 92 لانها لود وورد انستركشن هو اندكس، الاندكس هذا حيروح على الداتا ميموري حياخذ القيمه اللي جوا الداتا ميموري على اندكس 92 طلع عندي 70، فمثلا عندي هنا ساعتها بروح برضه بخزنه في ريجستر بسميه ال ام دي ريجستر، والال ام دي هذا فيه 70 تمام، وساعتها انا بروح بكتب باخذ ال 70 هذا بوديهم على الريجستر اري. مره ثانيه ال ال يو اوت بالار تايب انستركشن كان ياخذ الريزلت ويوديها على الداتا بس للريجستر اري، وهلا الال ام دي هذا ال 70 بدي اخذ الريزلت ويوديها على الداتا بس على الريجستر اري، بصير ادخل 2 اوتبوتس على 1 انبوت هيك؟ بصير؟ لا ما موجود. شو بحتاج انا بالحاله هاي؟ ماكس دكتور. برضه بدي ماكس، فبمسح هذا الحكي. تمام بكتب هون انا عندي ماكس، وطبعا انا عندي هون سيلكتور،
هذا اسمه داتا باس دي بي نسميه، مش داتا بيز، داتا باس نسموه. اوكي، وهون حياخذ ال 70، ما حياخذ 92، حياخذ ال 70 هون سيلكتر، حياخذ ال 70 من هاي الجهه وحيخزنها وين؟ في ار 2، ف ار 2 بصير فيها القيمه 70. وهيك اكتمل عندي الديزاين تبع الاي تايب انستركشن. هل عندي سؤال عنه؟ تمام دكتور. تمام ان شاء الله. اوكي ميمي، ان شاء الله هذا تمام. اوكي، تنسوش انه الاسلاك هون عادي، ممكن طبعا هو احنا المفروض ناخذ اسلاك منهم، طالع من هون 5 بت معناته طالع من 5 اسلاك. تمام، انا عندي 24 بت ريجستر، معناته انا جواتهم عندي 24 فليب فلوب او 24 لاتش. تمام، اللي بريحك يعني انت شو بتشتغل. تمام، 24 فليب فلوب او 24 لاتش، فانا معناته انا طالع من عندي 24 سلك. اوكي، باخذ اول 4 اسلاك للاوب كود، اللي بعد الاربع سلاك 5 سلاك باخذ للار اس 2 بوديهم هون، ففعليا هون فايت 5 سلاك. تمام، فانا بس بدي اياك تتخيل الماده من اولها لاخرها انها مرتبطه ببعض، ما فيش شيء تفصل عن الثاني، فيش شيء تفصل عن الثاني. اوكي طيب، سو فار سو جود. الان انا عندي في شيء ناقص، اوكي، انه انا كيف بدي اروح للنكست انستركشن؟ مين يحكي لي كيف بدي اروح للنكست انستركشن؟ يعني احنا انتقلنا من الاد انستركشن للود وورد انستركشن، لود وورد ار 2 ار 5 17 17. هيك خلصنا هاي الانستركشن ونطينا على هاي الانستركشن. طب البي سي هون كيف تغير؟ مين الجدع اللي حيحكي لي البي سي هون؟ هاي بي سي بلس 5، بي سي بلس 5، بي سي بلس 5. خلينا نتاكد، بي سي بلس 5 نتاكد. طيب بي سي بلس 5، فاحنا هون ما احنا غني بحالنا ونودي للاي ال يو، هذا بنحط هون انا عندي ادر يونت لحالها، ادر يونت، ادر هذا اليونت، حتاخذ القيمه تبعت البي سي هذا. تمام، وحتاخذ اللي هي ايش النمبر هون اللي هو انت حكيت عني 5، وتخزنه في سوري تخزنه في ريجستر هون. تمام، ونسميه ان بي سي، نيو بي سي. تمام، والبي سي هذا حينتقل ويرجع على البي سي نفسه، السنه يعني نيكست انستراكشن. هذا عنده اعتراض على هاي الإضافة؟ هلا هو قال لك إنه أنا عندي بي سي بلس 5، ليش بي سي بلس 5؟ مش لازم تكون 20 ولا كيف؟ ما بعرف، أنت احكي لي. أنا أتوقع تكون 20 عشان طيب 100 100، هو متوقع تكون 20. طيب هلا السؤال بسألك اياه، احنا الميموري مقسم عندي الانستركشن ميموري والداتا ميموري، كيف مقسم من جوا حكينا؟ التكنيك اسمه ايش؟ ايش اسم التكنيك اللي كنا نقسمها زي هيك؟ هاي نتخيل ميموري عشان نعرف ايش اللي احنا نشتغل. كنا نقسمها هيك صح؟ نعم بالضبط هيك. هلا هيك، هاد زمان كانت one block one dimensional array. تمام، هلا اختلفت صارت شو اسمها؟ هاي سميناها بايت ادريسبل، صح؟ بايت ادريسبل، وكل بلوك عندي هون بمثل لي 1 بايت او 8 بيتس. انا بفضل البيتس بالحاله هاي، بستعمل ف 8 بيتس. طيب احنا قديش طول الميموري او مش طولها يعني الويد تبع الميموري من هون لهون عرضها يعني. أربعة وعشرين بت. تمام، طيب ممتاز جدا، وصلنا لنص الإجابة. هل هذا الرقم صحيح؟ جواب 3 دكتور مش 5. بالضبط، الجواب 3 مش 5. بارك الله فيك.
مين عنده اعتراض؟ مين انه شايف انه لا ثلاثة ولا خمسة حتى صح؟ ايش؟ ليش ثلاثة يعني؟ بالضبط، ليش ثلاثة؟ احنا عندنا عرض الميموري 24 بت، متفقين هنا؟ تمام تمام. طيب انا عندي كل بلوك، كل بلوك 8 بت، ففعليا 8 ضرب 3 قديش بيطلع عندك؟ 8 في 3 قديش؟ 24. 24. اذا هذول عدد البلوكس، هذول حددوا لي انه نفس عرض الميموري، متفقين لحد هون؟ تمام تمام. احنا كمان متفقين انه شو ما كانت الانستركشن وشو ما كان عرض الميموري، كل انستركشن بتاخذ 1 رو، متفقين ولا مش متفقين كمان هون؟ متفقين. تمام. ففعليا لما تيجي على الاد انستركشن هنا تعتبرها اللي هي اد جزء من الار 1 مثلا، ار 2، ار 3 هيك. هلا لما تروح على النكست انستركشن فبصير انا عندي هون مثلا لود وورد ار 2 ار 5 ار 7 شيء زي هيك. ففعليا حتى تنتقل البي سي 0 1 2 3 4 5 هيك، هينتقل البي سي حتى ينتقل للنكست انستركشن بده يمشي كم بلوك؟ ثلاثة. فعشان هيك احنا شو مكان البي سي مكانه ضيف لي عليه قديش عليه؟ ثلاثة. وهيك بقدر اروح وين؟ على النكست انستركشن. واصلة هلا ولا لسه؟ ابو نجار؟ يعني انت هاي الرسمة التقنية دائما ولا كيف؟ عشان اعرف. ايش احكي لي اياها، ايش ما فهمتش انا سؤالك عشان اقدر اجاوبك. هسه انت عرفت انه ثلاث عشان اعطيتني كل بلوك فيها 8 بت فكلياته 24 فبتصفي عليك ثلاث صحيح؟ انا هحكي لك طبعا، هحكي لك انه الميموري بايت ادريسبل، او ما دام احنا بنشتغل على الدي ال اكس كمبيوتر الميموري دائما بايت ادريسبل. تمام؟ فاذا حكيت لك 32 بت كم بلوك عندي؟ البي سي راح تصير بي سي بلس قديش؟ اربعة بتصفي. بس يعطيك العافيه. اي تمام. اذا كانت الميموري او البي سي 64 بت بروسيسور، البي سي راح يكون بي سي بلس قديش؟ 8. وانا ما حكي لك عن الميموري، انا حكي لك عن البروسيسور، فهي عرفت انها 8. فسيم ثينج، صارت هيك سهله ولا صعبه؟ سهله ان شاء الله. طيب هل عندي سؤال عن الاي تايب انستركشن مع الار تايب انستركشن؟ لاحظوا الار تايب كنا نشتغل لحد هون تمام، وخلص شو ما يطلع عندي النتيجه من الاي ال يو اوديه على مين؟ على الريجستر الاري هون ويخزن النتيجه. لما دخل الاي تايب لا والله اكتشفنا انه مش نفس الديزاين، اخذنا 10 بت وال10 بت بزبطش اجمعهم مع 24 او 64 او 128 بت. فهون لاحظت بدي اياك تراعي شغله، اذا هون مثلا دخل 14 بت واحنا بنشتغل 32 بت بروسيسور، الساين اكستندر هون قديش حيطلع؟ كم بت؟ 24 بت صح؟ يا فضيحتي. مرة ثانية، إذا كنا بنشتغل 32 بت بروسيسور أخذنا الزيادة هذول، طبعا مش شرط يكونوا 10 بت، ممكن يكون شيء ثاني هون باي ذا واي، سواء كان قديش عددهم الساين اكستندر واحنا شغالين 32 بت بروسيسور حيطلع قديش عندي عدد البت على الجهة الثانية؟ 32 بت. 32 تمام؟ أنا بدي اياك اللي بدي توصل الفكره لك انه لو كانت 32 بت بروسيسور فانا عندي مثلا 32 ريجستر تمام ولا لا؟ صح ولا لا؟ 32 بت 32 ريجستر مزبوط. اذا كان 64 معناته انا عندي 64 ريجستر تمام. اذا كان عندي 4 بت بروسيسور معناته انا عندي 4 ريجستر، 5 بت بروسيسور معناته انا عندي 5 ريجستر. بدي اياك تتخيلها زي هيك تمام. هذا حزمه مثلا 5 بت، هون 5 بت، الاي ال يو اوبريت ان 5 بت، الانستركشن ريجستر حجمه 5 بت وهكذا يعني. اوكي طيب، في حدا عنده اي سؤال اي استفسار؟
سوف حد عنده أي سؤال أي استفسار؟ طيب راح أحاول سوا إن شاء الله، إن شاء الله سوا أنا وأنتو المحاضرة الجاي نتمم هذا الرسمة تمام، نخلصها على الآخر. حنضيف عليها J type instruction، حنضيف عليها J type instruction تمام. وبعد ما نضيف J type instruction حنشوف آخر ديزاين لل DLX computer، لأنه هيك خلصنا الفورمات، هما 3 فورمات: R type صممناه، R type instruction صممناه هيو، ال I type instruction ضفنا على تصميم نك اللي هي الداتا ميموري وال LMD، تنسوش المكسز والساين اكستندر تمام. حنضيف المحاضرة الجاية ال J type instruction اوكي، ونشوف كيف حيتغير الديزاين عندي وشو راح يصير في انا عندي شيء جديد هنا تمام، وكيف نتخيل انه هو حينفذ الانستركشن عندي انا هون اوكي. وبعد هيك ان شاء الله حناخذ البايب لايننج تمام، ونتخيل البايب لايننج كيف حيشتغل معي ان شاء الله. دكتور هذا بس اخر اسبوع حيكون ايش؟ اخر اسبوع هذا يعني؟ هو اصلا هذا اخر اسبوع، ما هو 5 9 بدايه الامتحانات، احنا ب 31 8 بس بنلحق ناخذه. بنلحق ناخذه ان شاء الله. احنا حنوصل امتى؟ ما نوصل، وين ما وصلنا بنوقف اوكي. يعني ما حدخل معكم الامتحان شيء ما اخذناهوش طبعا اكيد اوكي، فنو موريز من هذا الموضوع. بس فعليا يعني وي ويل تراي اور بيست، يعني بهمتكم اذا كان في يعني ما شاء الله عليكم الستاب سريع ما شاء الله في مناقشات فعم نخلصه بسرعة، ما كانش فيه ساعتها بقول يعني بقول take an exception. طيب دكتور في شيء من مادة النت راح يلمسها فيه؟ ما فهمتش. في شيء من مادة النت ما راح يدخل بالفاينل؟ لا كله داخل هنا، ما فيش شيء مش داخل. يعني معانا من chapter 1 للشابتر اللي راح نوصله. على البركة. نعم تمام. ليش دكتور؟ مش فاهم ليش؟ ما فيش شيء، المادة كلها مترابطة، ما بقدرش افصل الشابتر 1 عن الشابتر النهائي بصراحة. وعاد عن هيك استغلنا اول شابتر كله خلص. مش فاهم، اول شابتر فيش فيه غير كلمتين يا جماعة، يعني انت لو اول شابتر لو رميته على ورقة A4 بخلص، يعني هو اصلا تلخيص التلخيص، فاكثر من هيك بقدرش الخص، يعني ما بقدرش اقلل منه، ما فيش شيء. بعدين ما فيش فيها هذيك المعلومات اللي بزخم يعني اوكي، فيش فيه يعني غير كم من كلمه نظريه وذات ست، والباقي كله شغل زي ما انتم شايفين هيك، باقي الماده كلها شغل. شابتر 1 ما فيش فيه شيء، كله كلمتين يعني، فضل ضلك كله داخل معاهم. وتوتال علاماتنا دكتور ما طرح تنزله بالنسبه لاسامي قوي يعني. هو بس انتوا ضلينا احنا نعمل اكستنشن اكثر من مره فتاخر معانا الوقت، وحتى احنا دخل علينا الفاينل، فانا كمان تنسوش انه احنا بنحط الاسئله يعني، ف اتضارب يعني الجدول معي بسبب الاكستنشنز اتضارب، من ناحيه انا عم بحط اسئله الفاينل وبدي اصلح الاسايمنت. فانا هلا فعليا حطيت اسئله الفاينل لماده العماره يعني خلصت، ضل عندي كمان مادة المدخل بدي احط لها اسئلة الفاينل اطمن عليهم اتاكد انه كل شيء تمام وصحيح، وان شاء الله بصلح لكم اياهم as soon as possible. يعني ان شاء الله في الاسبوع هذا بتكون ظاهر عندك العلامات النهائية والتجميع النهائي لك في المادة. والله يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يسعدك. اوكي، حد عنده اي سؤال ثاني؟ مرة ثانية تستقوش من مادة النظري اللي هي زي ما تفضلت انتو شابتر 1، وتنسوش انه انا اصلا لاغي لك مادة اللي هي مراجعة اللوجيك، يعني احنا وي سبيند تايم اون ات، المفروض ادخلها ما دخلتهاش، فهذا برضه مش مش مشغول منك يعني. اوكي؟ ف يعني اوريدي احنا مخففين كثير في المادة، ف بس anyway يعني كم صحيح احنا مخففين فيها بس مش ناسين ولا شيء منها. يعني هاي نقطة ثانية تكون بالصورة يعني. يعني مغطيين كل شيء فيها الحمد لله. اوكي؟ فبس النظري شوي بنخفف بنخلي يعني خلينا نحكي العملي هون، الشغلات اللي فيها فهم فيها كونسبت
هذا ما بنقدرش نحذف انه ولو هالقد، تمام؟ ف anyway فتستوش من الامتحان، امتحان صدقا من اللي احنا عم ناخذه هون. ما دامك انت فاهم I think 100% you will make it. اذا انت مش فاهم مش حاضر عادات هذا هيك بقدرش انا اسوي لك شيء. اوكي بس، والامتحان برضه مره ثانيه من اللي اخذناه. That's it. ما فيش عندي شيء ثاني احكيه. الله يعطيكم العافيه. عندكم اسئله؟ دكتور هسه بالامتحان ما في احنا نروح نرسم رسمات او نعمل مخططات زي شو اسمه الدار وكل شيء، بنعمل سي بي يو نرسم الميموري مين. هو شو لو انه الامتحان ان كامبس كان قلت لك هاي الرسمه كلها داخله معك انك انت ترسم. اوكي تمام، بس ما دام الامتحان اونلاين انا ببعد عن صدقا ببعد عن انك انت تحمل ملف على الامتحان، انا شخصيا ما بحبوش. اوكي بس لا يعني انه ما فيش شيء زي هيك. خلاص اوكي لا لا ممكن تصور واحد تزيح الورقه الاضاءه مش كويسه توصلني على الورقه مش 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 مبين فيها شيء، حيكون فيها ظلم للطالب وظلم مني انا للطالب او انه الطالب ظلم نفسه، بعرف شو الموضوع فببعد عن هاي الشبهات يعني. فهمت علي؟ اوكي دكتور يسلم ايديك. That's it. الله يعطيك العافية. في حد عنده سؤال ثاني؟ بس لا يعني انه انا ما حسألك اسئلة ثانية، انه قديش راح يكون هون البي سي بلس قديش؟ الميموري هون قديش كيف راح تكون نظامها؟ الفورمات تبع الانستركشنز هذول، واعطيك انا عدد البت بروسيسورز وعدد الانستركشنز، فبدك تعطيني الار تايب فورمات تعطيني مثال عليها. لا يعني انه ما تفكر انه هاي الرسمه مش حترسمها، لا يعني انك مش حتحلها. تمام؟ انا حق حق حق. تقريبا حقول لك ارسمها بس بطريقه ثانيه. طريقه الارقام يعني. اوكي؟ ف يعني لازم تكون فاهم، اذا مش فاهم مشكله. يعني زي كاش ميموري، ما بقول لك ارسم لي كاش ميموري، بس بقول لك قديش حجم الادرس في ال2 كاش. ساعتها لازم تعرف. قديش حجم الداتا في ال2 كاش؟ لازم تعرف. اذا مش قديش طول ال2 كاش؟ لازم تعرف. تمام؟ زي ما كنت اسالك مثلا في الفون نايمان كمبيوتر، اقول لك مثلا قديش حجم الويدث تبع الميموري؟ قديش طول الميموري؟ قديش حجم البي سي؟ صحيح انا ما طلبتش منك ترسمها، بس اللي فاهم حيعطيني حجمها. وهذا المهم. وضحت الصورة كيف ممكن طبيعة الأسئلة تيجي؟ تمام؟ لأنه بدك تدرس بهذا الأسلوب. بدك تدرس بهذا الأسلوب، بهذا المنطق، صحيح أنا مش هطلب منك ترسمها، بس ما تفكر إنها مش داخلة وتشيل عن ظهرك. أنا عارفكم. لا، هذا هيك. الله يرضى عليكم، كله داخل. يعني في ناس ممكن تاخذ الكلام مني وتقول لي بعدين تصير تحاسبني تقول لي والله يا دكتور انت حكيت لنا ما ترسمش، انا ما طلبتش منك ترسم، بس حيصير معك هون عشان يكون كلامي واضح نفس اللي صار معك في البون نايمان كمبيوتر، الاحجام الاطوال الى اخره كل هذا حتكتب لي اياه. هيك شو الوضع؟ واضحه؟ مش سهل حطه قدامك خلص وعوض. ان شاء الله، يا ان شاء الله خير. لا انا ما شاء الله عليكم، انتم ما شاء الله عليكم يعني، هينا بنناقش وبنحكي وبندردش وبسأله وبتجاوبوا. اي ثينك انه يعني نسبه كثير منيحه منكم فاهم، تمام، وعارف شو عم نعمل يعني. بتصفي انك انت بس هيك مراجعه خفيفه وقبل الامتحان تدرس على الماده وتفوت ان شاء الله بتجيب علامه كويسه ان شاء الله. اوكي وما فيش شيء بالامتحان لا سمح الله شيء ما اخذنا، كله اخذنا كله انذكر هون. تمام كل شيء اخذناه انذكر هون في اللوح، مستحيل اجيب لك شيء ما ذكرناه. وحتى لو لا سمح الله جبت لك شيء زي هيك ويوقفني ويقول لي دكتور انت جبت لي هذا السؤال ما حكيناه في المحاضره، والفيديوهات موجوده تمام برجع بشوف اخذناه ولا ما اخذناهوش، بس انا متاكد انه فيش شيء ما انا متاكد 100% فيش اشي حطيته وما اخذناه في المحاضرة. اوكي؟ يعطيك الف عافية دكتور. الله يعافيكم جميعا. الله يعطيكم العافية. ونشوفكم ان شاء الله غدا. وان شاء الله اذا الله قدرنا اذا مش بكرة بعد بكرة
ماكسيمم بكون احنا خلصنا ان شاء الله المحاضرات ان جنرال يعني. ان شاء الله نعطيكم مجال تدرسوا وتراجعوا تمام، والله يوفقكم جميعا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. الله يعافيك. يلا نعمل ستوب ريكوردينج، ما فيش اتندنس، الله يعطيكم العافيه، اصلا انتهى الوقت.